الحديث عن تطورات الأوضاع في ليبيا لا ينتهي. حديثنا الذي كان قد اختتم قبل لحظات مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الستار حتيت سنستأنفه في هذه الإطلالة وفي ضوء المعركة التي يخوضها الجيش الليبي في مناطق الغرب ووصولا إلى العاصمة الليبية طرابلس حسب ما أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي عند بدء إطلاق هذه المعركة بعدما أنجز الجيش مهمته في الجنوب الليبي بعدما أتم المهمة التي كانت قد بدأت قبل سنوات في شرق ليبيا تحديدا في بنغازي وما تلاها في ضوء التقدم الذي حققه الجيش الليبي في مناطق مختلفة من الغرب الليبي. لا يزال الحديث إذن ممتدا حول تطورات الأوضاع في ليبيا التي وكما كنا قد أنهينا فيها حديثا مع الأستاذ عبد الستار حتيتة وفي ضوء كذلك ما أعلن عنه المتحدث باسم الجيش الليبي من انتصارات حققها الجيش الليبي في مناطق مختلفة في معركة رامية لتحرير العاصمة طرابلس يتجدد الأمل في ليبيا بشكل مستمر حسب ما يعلن الجيش الليبي دوما عن رغبته في تطهير ليبيا من الجماعات الإرهابية التي حاولت ابتلاع الغرب بتمويل من دول راعية للإرهاب في المنطقة. اجتماع قيادات وطنية وقوى سياسية في ليبيا في مصر تابعنا بعض أجزائه يأتي ليؤكد أن الليبيين باتوا راغبين في رسم مستقبل وطنهم عند إتمام تحريره من الإرهاب. في هذه الفقرة ينضم إلينا في الاستوديو ضيفا الأستاذ رمزي الرميح المستشار القانوني بالجيش الليبي سابقا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ رمزي. أهلا بك. العملية العسكرية في ليبيا ما هو الأفق الذي ينظمها على الأقل إذا ما رغب الجيش في أن يحقق القدر الأكبر من المكاسب إن لم يكن المكسب الكامل؟ أولا كل العام والأمة الإسلامية والأمة العربية بخير بمناسبة هذا الشهر الكريم. نود أن نبدأ ببيانين مهمين جدا نستفتح بهما هذا الحديث. بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أصدرت بيان أمس الساعة 6 مساء تقول فيه أنها تدعو كل الأطراف المنخرطة في القتال عملا بروح المناسبة مناسبة رمضان بهدنة إنسانية مدتها أسبوع تبدأ من الساعة 4 صباحا هذا اليوم. أولا هذه مغالطة وهذا تزوير وتزييف للحقائق أن تقول أن هناك أطراف منخرطة في القتال تساوي بين قوات وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن تصل إلى العالم. ليبيا ليست في حرب أهلية، ليبيا ليست في حرب بين ميليشيات، ليبيا ليست في حرب بين مدن، ليبيا في حرب بين قوات مسلحة ليبية ضد الطرف الآخر جماعات إرهابية إجرامية قطاع الطرق نهب قتل كل هذه الجماعات. فهذه كارثة أن تقوم بعثة المتحدة وهي لديها رجال في القانون وفي الاقتصاد وخبراء أن يساووا بين قوات مسلحة وإرهابيين ويقولوا كل الأطراف، لأن الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة تعترف بالمجلس الرئاسي الليبي باعتباره هو الجسد الشرعي الممثل لليبيا. كويس، المجلس الرئاسي اعترفنا به يعني لكي نقوم بإنهاء هذه المهزلة. هذا المجلس انضم له جميع الإرهابيين. إلى هذه اللحظة المجلس الرئاسي لم يصدر بيان يتبرى من هؤلاء. البارحة 7 من أبناء القوات المسلحة في سبها تم ذبحهم وأعلن داعش عن ذلك. هذا البيان الأول، بيان بعثة الأمم المتحدة. نحن البارحة تجمعنا كمستشارين وكمراقبين ومتابعين ومهتمين، وجزء منا من الذي تجمعوا البارحة في الندوة الداعمة للقوات المسلحة تحدثنا بالحرف الواحد عن هذه عن هذا البيان وقلنا نريد أن نصدر بيان. وقبل أن نصدر بيان قلنا نخاطب القيادة العامة وننتظر ردها. فعلا تم الرد الساعة 12 ليلا ببيان من القائد العام للقوات المسلحة الليبية تلاه اللواء المسماري 4 دقائق، شدد فيه وأكد على أن انطلاق عملية الكرامة عندما انطلقت في 16 مايو 2014 انطلقت لمحاربة الإرهاب ولا زالت. وذكر في البيان وهو موجه إلى آمر المنطقة الغربية وكل الضباط والعسكريين والقوات المساندة، الكلمة موجهة إلى هؤلاء وذكرهم أن شهر رمضان المبارك شهر جهاد وكفاح. ذكرهم بثلاث حروب: غزوة بدر وفتح مكة وحرب أكتوبر المجيدة، هكذا قالها القائد العام.
وطلب منهم 9 نقاط، ملاحقة العدو والإثخان في العدو. فهذا رد مباشر من القيادة العامة لغسان سلامة ومن معه: لن نتوقف، لن نتراجع، لن نتفاوض مع إرهابيين، لن يعني كلمة لبيك طرابلس. نعم. بدأت ولن نرجع إلا بعد تحرير طرابلس. هذه الجزئية التي أنا كنت أسأل فيها ضيف الأستاذ عبد الستار حتيت، لا أعلم إذا كنت تابعت جانبا من هذه المداخلة. نعم. أم لا، أنا كنت أسأل عن العملية السياسية. ما تقوله الآن هذا يعني أن غسان سلامة أو سيد غسان سلامة المبعوث الأممي لم يعد مقبولا، أو على الأقل لم يعد أداؤه يلقى قبولا لدى الجيش الليبي تماما، ربما يكون على ذات القدر مارتن كوبلر وبرناردينيو، وربما حتى بدءا من طارق متري. لديكم مشكلة مع المبعوثين الأمميين الذين يتم إيفادهم؟ نعم. لحل المشكلة في ليبيا؟ نعم، لدينا مشكلة بدليل إخفاق جميع الحكومات السابقة وجميع المبعوثين الدوليين السابقين. نقول ما قاله القائد العام للقوات المسلحة الليبية في أحد لقاءاته، أن السلام لا يصنعه إلا الأقوياء، الأقوياء بالحق وليس بالتكبر والتجبر. نحن من سوف نصنع السلام. القوات المسلحة الليبية مثلها مثل القوات المسلحة المصرية التي حافظت على كيان مصر في حالة أزمتها، مثلها مثل القوات المسلحة الجزائرية التي الآن حافظت على الجزائر، مثلها مثل القوات المسلحة السودانية التي الآن حافظت على السودان. وبالتالي القوات المسلحة الليبية قامت وتحملت وابتعدت عن العملية السياسية قدر الإمكان في مواجهة الإرهاب. ولكن الآن القوات المسلحة الليبية قالت كلمتها: لن نسمح بمزيد من المفاوضات العبثية، لن نسمح بمزيد من الوقت. هؤلاء كما قال عمر المختار لا يريدون سلاما، يريدون وقتا، وقتا لإعادة انتشار الفوضى، وقتا لتصدير السلاح والإرهاب. وبالتالي القوات المسلحة بدأت بعملية اجتثاث الإرهاب من الأراضي الليبية لتوطئة ليبيا ويعني فتح المجال أمام العملية السياسية. السلام الذي تقول إن الجيش يستهدفه من خلال هذه العملية، هذا لا علاقة له بالعملية السياسية. يمكن أن يستتب السلام من ما بعد العملية العسكرية التي يخوضها الجيش الليبي دون حديث عن مسار سياسي تنظمه الأمم المتحدة. الأمم المتحدة إذا أراد أن تنظم سلام فلتنظمه بإرادتنا نحن. القوات المسلحة عندما تبسط سيطرتها وهيبتها على كامل التراب الليبي قولا واحدا، سوف تقوم بوضع خارطة الطريق حقيقية، ونحن لدينا بعض تفاصيلها، بإنشاء حكومة أزمة، بتشكيل لجنة لإعداد الدستور. كي أخي العزيز، كيف تطالب دولة أن تقوم بالانتقال من مرحلة الإسقاط إلى مرحلة دولة بانتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء على الدستور؟ كما نحن أقرب مثال لنا مصر الكنانة. مصر الكنانة عندما خرجت من مرحلة الثورة إلى مرحلة والفوضى إلى مرحلة الدولة قامت بخطوات معينة. هذه الخطوات وهي الاستفتاء على الدستور أو شكل الدولة أو شكل نظام الحكم، كيف تريد أن تقوم به ولديك 50,000 ميليشياوي مسلح و20 مليون قطعة سلاح منتشرة؟ أين إرادة الليبي الذي يستطيع أن ينتخب بإرادة حرة؟ وبالتالي القوات المسلحة تقوم بأمرين: إنهاء حالة الفوضى والإرهاب، واستعادة كل قطعة سلاح إلى معسكرات. نعم. الدولة. أستاذ رمزي، يقولون إن حكومة الوفاق الوطني لم تناكف بين قوسين الجيش الليبي وهو يحرر المنطقة الشرقية ويخوض معركة في بنغازي، ولم تناكف والجيش الليبي يخوض المعركة في درنا، ولم تناكف على الإطلاق في معارك الجنوب. بل ربما البعض يقول، بعض منتقدي حكومة الوفاق من داخل هذه الجماعات ومن داخل هذه الميليشيات، قالوا إن السيد فايز السراج نسق ولو بشكل ضمني أو مستتر مع المشير خليفة حفتر لتطهير مناطق الجنوب ولإتمام بعض المصالحات أو التفاهمات القبلية مع الجيش الليبي وعلى رأسها قبائل التبو. لماذا إذن لم تستمر عملية التنسيق هذه، خصوصا أن هناك اجتماعا جمع أصلا المشير خليفة حفتر بالسيد فايز السراج في العاصمة الإماراتية قبل إطلاق هذه العملية؟ لماذا لم ينسق مع حكومة الوفاق الوطني وبالتالي تحيد وتبقى الجماعات الإرهابية أو هذه الميليشيات هي المستهدفة من قبل كل الأطراف؟ إجابة على سؤالك، هذا كان محورين من المحاور البارحة في الندوة. المحور الأول: الميليشيات والتنظيمات الإرهابية المتحالفة مع فايز السراج ودورها في عرقلة بناء الدولة. المحور الثاني: شرعية ومشروعية السلطات المهيمنة على طرابلس وتشبث فائد السراج بالبقاء عن طريق هذه الميليشيات. أول من دعا إلى توحيد المؤسسة العسكرية هي مصر الكنانة، وأنا كنت حاضر بعض هذه الاجتماعات، والذي كان
بتعليمات مباشرة من السيد الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الأركان السابق محمود حجازي. الاجتماعات تمت في فندق الماسة بأكثر من اجتماع، وكان الغاية والغرض توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء صفة القائد الأعلى. وصلنا بكل هذه الاجتماعات إلى تشكيل مجلس أعلى يعني تعطى هذه الصفة. فهد السراج للأسف الشديد، وهناك أعتقد أن هناك ممثلين عن العقيد مهدي البرغفي كانوا حاضرين هذه الاجتماعات، كان حاضر رئيس الأركان السابق عبد الرحمن الطويل، وكان حاضر من جانب المشير خليفة حفتر، وكانوا يعني على وشك الانتهاء من آخر نقطة وهي صفة القائد الأعلى. فهد السراج يتجاوز القانون وينتحل صفة ليست له ويقول أنا القائد الأعلى. القائد الأعلى إلى هذه اللحظة وفق القانون والدستور هو عقيلة صالح رئيس مجلس النواب. جميع القرارات التي أصدرها فائز السراج بصفة القائد الأعلى هي منعدمة، هي باطلة، هي تحمله مسؤولية قانونية. وبالتالي السبب، وردنا على سؤالك، أن فائز السراج لم يعد ملك نفسه، أصبح للأسف نقولها بيدق لدى ميليشيات داخلية وقوى خارجية خاصة تركيا وقطر. ولعلكم لاحظتم أول ما تحدث أزمة على طول ينتقل إلى تميم وينتقل إلى أردوغان ليأخذ التعليمات، ليأخذ التوجيهات. هذا أمر يسأل عنه فهد السراج. فهد السراج إذا كان فعلا يريد مصلحة ليبيا لوضع يده يدا بيد مع المشير أركان حرب خليفة حفتر. خليفة حفتر كما قال عنه إيمانويل ماكرون يمتلك شرعية عسكرية، هكذا قال، وفهد السراج يمتلك شرعية سياسية. تقول إنه لم يحدث أي شكل من أشكال التنسيق بين الطرفين في معارك الجنوب مثلا عند تحرير سبها وما تلاها عند الذهاب إلى درنة، لم يكن هناك أي شكل من أشكال التنسيق أو الدعم حتى الذي لم يحدث أي نوع من التنسيق باستثناء عمليات الجنوب. خرج باشاغا وقال هذه عمليات يقودها القوات المسلحة ونباركها. خرج عبد الرحمن الطويل واعترف وقرر أن هذا الجيش يقوده المشير خليفة حفتر. خرج سيالة في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الجزائر وقال من يشكك في شرعية المشير خليفة حفتر نقول له أنه قائد عام بقرار منبثق من مجلس النواب. ما الذي تبقى؟ الذي أنت تحدثنا عن الحاج طاهر سيالة وزير الخارجية بالضبط. أنت تحدثنا عن سيد فتحي بشاغة وزير الداخلية داخلية. تحدثنا عن عدد من أعضاء المجلس عبد الرحمن الطويل رئيس الأركان. ما الذي تبقى؟ الذي تبقى أن الميليشيات، وهذه هي الكارثة، هي التي متحكمة في القرار السيادي والسياسي والأمني والمالي وكل شيء، لأنها لديها السلاح، لديها 20 مليون قطعة سلاح وخمسين ميليشياوي. لماذا لم تمارس هذه الميليشيات ضغوطها وهي ترى أركان المجلس الرئاسي وأركان المؤسسة العسكرية المفترضة بين قوسين للمنطقة الغربية تقدم دعمها للجيش الليبي الذي يخوض هذه المعارك؟ لأن هذه الميليشيات أمرها بيد تركيا وقطر والماسونية العالمية، أمرها بيد مخابرات أجنبية تريد تبديد الثروة الليبية، وبددتها فعلا باعتراف خالد شكشك وهو رئيس دول المحاسبة، خرج منذ شهور وقال تم، ركز معي أخي الكريم، تم إهدار 2.77 مليار دولار أمريكي في غضون 3 سنوات، ميزانية قارة. وبالتالي كيف تريد هذه الميليشيات أن تترك السلاح؟ أكثر من ربع تريليون دولار بالضبط. 3 سنوات الثروة التي أهدرت منذ مؤامرة فبراير 2011 إلى هذه اللحظة تجاوزت التريليون دولار الآن. ولمسوا على كلامي. المشير خليفة حفتر وقادة الجيش الليبي يقولون أنهم أبناء هذه المؤامرة بين قوسين، يقولون أنها ثورة فبراير وهم أتوا أبدا. ماذا قالوا؟ قالوا الآن أن الثورة الحقيقية، وهذا الكلام قاله، أنا قلته منذ فترة ولكن أكده اللواء خير التميمي في لقاء مع قناة روسيا من موسكو منذ أسبوعين، قال أن الثورة الحقيقية هي ثورة الكرامة، ثورة 16 مايو 2014، ملحمة الكرامة التي قضت، أو نستطيع أن نتجاوز أن نقول صححت المسار، كما قامت الشقيقة الكبرى مصر بإحداث ثورة اسمها ثورة 30 يونيو لاسترجاع مصر التي خطفت، نحن أيضا قمنا بثورة وملحمة عسكرية شعبية اسمها ملحمة الكرامة يوم 15 مايو 2014، وهي التي ذكرها المشير في بيانه البارحة. عندما
قدم عدد من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي وركائز من ركائز هذا المجلس دعمهم للجيش الليبي، وربما حتى ما قيل أن هناك تنسيقا كان حاصلا حتى وإن كان ضمنيا أو مستترا لمعارك الجيش الليبي في الجنوب، والجنوب مساحة تجاوز أكثر من نصف مليون متر مربع، 540 ألف بالضبط. كيلومتر تقريبا بالضبط. كانت معارك الجنوب، وهذه معارك إذا كانت وفق هذه المساحة وفق جغرافية الصحراء التي تعرفها مناطق الجنوب فهي معارك صعبة وصعبة للغاية وضارية، وما كان لها إلا أن تتم عبر هذه المسارات، ونجحت القوات المسلحة فيها. لماذا إذن هذه العناصر التي قدمت دعمها للجنوب وللشرق ولمناطق أخرى مختلفة تأتي في هذه اللحظة وتتمترس في معسكر موازي في معارك الغرب؟ أولا يجب أن نقول للعالم أن المجلس الرئاسي الذي تشكل وفق اتفاق الصخيرات من 9 أعضاء، 6 وزراء و6 وزراء دولة، هؤلاء 9 الآن 4 قدموا استقالاتهم و4 و3 انسحبوا، لم يبقى إلا فايز السراج ومعيتيك والعماري وهو يعتبر من جماعة المقاتلة أو الإخوان. المجلس الرئاسي وفق قرارات الصخيرات واتفاق الصخيرات يجب أن يكون مجتمعا لكي يملك صفة القائد الأعلى، قراراته يجب أن تكون مجتمعة، كل القرارات التي أصدرها السراج لم تكن بحالة اجتماع، وبالتالي لا يملك المجلس الرئاسي الآن أن يقول ندعم أو لا ندعم. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى اعترفت الآن الولايات المتحدة الأمريكية عبر رئيسها ترامب بجهود القوات المسلحة، ولا نستطيع أن نتجاهل الدور المصري المباشر والقوي لإقناع الإدارة الأمريكية عبر الرئيس المسير السيسي وعبر رئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري عندما ذهبوا في آخر زيارة لواشنطن وطرحوا الأزمة الليبية بقوة وشجاعة وجرأة وبيان ووضوح من هي القوات المسلحة الليبية وماذا أنجزت على الأرض. بعدها مباشرة لما رجع السيد المشير عبد الفتاح السيسي إلى مصر اجتمع بمن؟ أول ضيف كان مع المشير خليفة حفتر. بعدها بدقائق اتصل المكتب البيضاوي ترامب بالمارشال خليفة حفتر، وهي سابقة لأول مرة تحدث في تاريخ الولايات المتحدة، 45 دقيقة أثنى على جهوده في محاربة الإرهاب، أثنى على جهوده في حماية منابع النفط والطاقة، وقال له لدينا رؤية مشتركة لما بعد التحرير. متى سيتم التحرير؟ نحن في حالة حرب، ولعلكم استمعتم جميعا إلى ما قاله أردوغان بشكل سافر وشكل يخالف كل مواثيق الأمم المتحدة، قال لن نسمح للقوات المسلحة بالسيطرة على طرابلس وسوف ندعم بكل الوسائل هذه الميليشيات. هو أسماها المؤامرة، قال سنقف في وجه المؤامرة. المؤامرة أنتم. نعم. بعد هذا، بعد خطاب أردوغان بدقائق خرج من؟ خرج البغدادي وطلب تحديدا من أتباعه في ليبيا بعمليات استنزاف لوجستية وبشرية وعسكرية واقتصادية، وفعلا نفذوا أول تعليماته بعملية سبها، 7 من أبناء عمي من الأشراف الأدارسة في سبها تم ذبحهم. لكن داعش لا يفرق بين جنوب أو شرق أو غرب. لا يفرق. نعم. لا يفرق. نعم. عندما طلب من أتباعه، طلب من أتباعه في ليبيا ومصر وسريلانكا وبارك عمليات التي قامت في بعض الدول، هذا تنظيم عابر الحدود. أول من نبه إلى هذا التنظيم هي مصر، ونبهت إلى خطر إسقاط الدول. نعم. والرئيس السيسي دائما يتحدث عن الحفاظ على الدولة الوطنية، وبالتالي نحن الآن في حالة حرب. متى تنتهي؟ نحن قائمين بجهودنا في هذا الظرف، لا زال علينا حظر، ولكن بعد مكالمة ترامب وبعد مكالمة جون بولتون مستشار الأمن القومي، وهناك محاولات جادة وحثيثة من الإدارة الأمريكية لحظر جماعة الإخوان المسلمين، هناك مشاريع تبشر أن هناك رفع حظر عن القوات المسلحة الليبية. المشكلة مرتبطة بالتسليح والجيش الليبي حتى هذه اللحظة، وإن لم تكن منظومة التسليح وفق المستوى الأول، لكن إلى هذه اللحظة هناك حظر صحيح صارخ وظالم على قوات مسلحة شهد العالم بمحاربة للإرهاب. لكن طرابلس والغرب الليبي يعرف كثافة سكانية كبيرة، وربما هي الأكبر في ليبيا بحكم 3 مليون. صحيح، 3 ملايين نسمة. كيف سيتعامل الجيش الليبي مع محدد كهذا وهو معطى بالغ الأهمية؟ القوات المسلحة استفادت بعد 5 سنوات، الآن نحن دخلنا بعد 2 أسبوع فقط، بعد تحديدا 10 أيام. نعم. سوف ندخل على الذكرى الخامسة لملحمة وثورة الكرامة. بعد 5 سنوات
مرت القوات المسلحة الليبية والقيادة العامة بمراحل تطوير في الفكر، في الاستراتيجية، في الخبرة، حرب تحرير طراب، حرب تحرير بنغازي، وحرب تحرير درنة، وحرب تحرير الجفرة، وتحرير الموانئ النفطية، وتحرير الجنوب. أعطاها خبرة عسكرية، لوجستية، تعامل مع الأمور، تعامل مع كسب الأسلحة من العدو. هل تعلم أن هناك أسلحة حرارية سام 7 وأسلحة روسية متطورة لدى الطرف الآخر يهدد سلامة الطيران المدني؟ لكن أسلحة روسية بين قوسين، روسيا من كبار الداعمين للمشير خليفة حفتر. لا، أسلحة قصدي روسية وصلت إلى هؤلاء الدواعش. نعم. أقصد أن الصنع روسي، ولكن وصلت عبر تجار سلاح. أنت عارف أن العالم مفتوح. هذه كانت الإشارة المهمة. لكن التعامل مع معطى مرتبط بوجود سكاني كثيف وعاصمة تبدو مزدحمة في دولة مترامية الأطراف ودولة كبيرة للغاية لكن تعاني تركزا في السكان، ربما كان ذلك وفق منطق العقيدة. القوات المسلحة قامت بخطة بين قوسين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذه الخطة هي استدراج الجماعات الإرهابية والإجرامية من خارج العاصمة إلى تخوم طرابلس، محور الصبيعة، محور عين زارة، كلها في التخوم، يعني في ضواحي طرابلس، يعني في منطقة عين زارة خارج المناطق. وفعلا نجحت القوات المسلحة في استدراج هؤلاء الإرهابيين إلى تخوم طرابلس، وأوجعتهم قتلا وضربا. وفي العتاد والبارحة تحديدا تم ضرب أكبر غرفة عمليات لهذه الميليشيات. السلاح الطيران في بعض المعارك يقولون انه لا يحسم معركه لكنه قد يضمن تفوق النوعيه. نعم. والطيران كان مشكله منذ البدايه، المشاة على الارض والطيران العمودي من فوق. طيران بعض الطيران الذي يحسب على حكومه الوفاق الوطني هدد من قبل اللواء احمد المسماري بانه سيكون مستهدفا اذا ما حلق فوق ميدان الغرب الليبي في المعارك، تم اسقاط طائره. وفي المقابل هناك ايضا تهديد بمنع استخدام هذه الطائرات من قبل الجيش الليبي والمشير خليفه حفتر. كيف يمكن الموائمه بين هذين التهديدين؟ الامر واضح وجلي الان. كل سلاح يخرج من قاعده مصراته هو سلاح عدو. اسقطنا طائره، وهناك مرتزقة من الإكوادور ومن بلدان أخرى الآن موجودين. تم أسر 2 من الأتراك، هذا المعلن عنه وهناك غير معلن عنه. القوات المسلحة سائرة في طريقها نحو تحرير العاصمة بقول واحد. ونريد أن نؤكد أن فرنسا وروسيا والصين وفي مبادرة استثنائية أمريكا وقفوا في وجه المشروع البريطاني 4 مرات في مجلس الأمن. كانوا يريدون قرار إدارة القوات المسلحة الليبية على غرار قرار 2011، ولكن روسيا بوتين قالوا لن نخدع كما خدعنا في 2011، فتم إجهاض هذه المباراة 4 مرات. شكرا جزيلا لك أستاذ رمزي رميح، مستشار القانون السابق للجيش الليبي، منضما إلينا في الاستوديو. فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال نقاشاتنا في الإطلالة الصباحية من الآن.